يمكنه حمل رؤوس نووية وقادر على إطلاق صواريخ باليستية من نوع كروز. نشرت روسيا 46 قاذفة له على طول الحدود مع أوكرانيا، في حين تحذر كييف من خطورتها وتصفها بالفتاكة. فما منظومة صواريخ اسكندر الروسية؟ نظام قصير المدى، وهو عبارة عن نظام تكتيكي قادر على إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز، وعادة ما تستخدم تسمية اسكندر لتحديد كل من نظام الإطلاق والصواريخ المرتبطة به. بدأت روسيا تطوير هذا النظام منذ عام 1986، وجرى إطلاقه لأول مرة عام 1996. أما الذي نشر على الحدود مع أوكرانيا فهو نسخة يستخدمها الجيش الروسي منذ عام 2006 وتحمل اسم اسكندر إم. يبلغ مداه 400 كيلومتر حسب زعم روسيا، بينما ترجح مصادر أن مداه الحقيقي يصل إلى آلاف الكيلومترات. ولطالما قال المسؤولون الروس إن بإمكانهم توسيع نطاق أنظمة اسكندر من دون صعوبة كبيرة. سرعة صاروخ اسكندر تفوق سرعة الصوت، ويمكنه المناورة بصورة مفرطة في المرحلة الأخيرة من رحلته، كما يمكنه حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية. الصاروخ يستخدم مركبة تيل المحصنة ضد المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، والتي تبلغ قوتها 500 حصان. استخدمت القوات المسلحة الروسية النظام لأول مرة في القتال ضد جورجيا في عام 2008، كما نشر الكريملين وحدة في سوريا عام 2016، لكنه لم يستخدم الصواريخ في القتال، في حين استخدمت صواريخ اسكندر أكثر من مرة في أوكرانيا.